السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة. عندكم رقمين للمشاركة من داخل العراق، وعندكم رقمين للمشاركة من خارج العراق لمن يسكن دول المهجر من الأشقاء العراقيين ومن الأخوة العراقيين وأيضا الأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط، يقدرون يتصلون بنا على الأرقام اللي هي من خارج العراق. إذا تلاحظون ذني الرقمين أكو إشارة واتساب يمها، تقدرون تتواصلون بنا على واحد من ذني الرقمين على برنامج واتساب، أو تتواصلون ويانا عفوا حتى تكتبوا لنا آرائكم، أو اللي ما يقدر أكو إمكانية أنك إذا تريد تتصل بالبرنامج ويظهر صوتك اتصل علينا، إذا ما عندك أي إمكانية أنه تتصل على أرقامنا وإحنا راح نرجع لك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، راح نبدأ حلقتنا اليوم بملف بطولة خليجي 25. من المقرر أنه البطولة تقام في البصرة. طلع لنا وزير الشباب والرياضة الحالي عدنان درجال السد العالي لقبه، وصرح بشكل رسمي استقبال البصرة لبطولة خليجي 25. كان قبل هاي المرة طلع وبين استعدادات الحكومة وخصوصا وزارة الشباب والرياضة في العراق، الملاعب شلون راح تكون، حكي عن المشاريع المتعلقة بالرياضة، حكي عن الملاعب اللي راح تشارك، شنو كم التجهيزات حول قضية خليجي 25، وبين تجهيز محافظة البصرة بكافة التجهيزات حتى تتمكن من استقبال المنتخبات الخليجية المشاركة بالبطولة. لكن واقع البصرة غير هذا الشيء، فالسؤال شلون راح تستقبل البصرة البطولة؟ الله أعلم. خلونا نشوف تصريحات عدنان درجال. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك للعراق حكومة وشعبا على هذا الإنجاز الذي تحقق، كأس الخليج عراقية بصراوية، كأس الخليج عراقية بصراوية. هنا نصرح أنه كأس الخليج عراقية بصراوية، أو يعني بما معناه أنه خليجي 25 راح يكون على أرض محافظة البصرة. المشكلة هو طلع وكتب عن استعدادات المدينة شلون راح تكون. العالم كله لما يستقبل بطولة، اللي يبني ملعب، اللي يجهز أماكن، اللي يجهز فنادق. لكن راح نطلع لكم فيديو من محيط ملعب الميناء. هذا الملعب هو أحد الملاعب اللي راح تستضيف بطولة خليجي 25 في البصرة، يعني راح تلعب عليه فرق أو منتخبات خليجية، يعني راح يكون واجهة للدولة في خليجي 25. خلونا نشوف التجاوزات على البوابة الرئيسية للملعب والفوضى داير مداير الملعب، وأيضا تراكم السكراب أو الخردة داير مداير الملعب، كمية الكم الهائل من النفايات حوالين الملعب. خلونا نشوف. هذا ملعب راح يشارك بالبطولة أو راح يستضيف البطولة. العالم لما تستضيف بطولة تبذل أقصى إمكانياتها حتى بالمستقبل أنه يكون هذا فاتحة خير لهم. يعني قطر مثلا استضافت آسيا واستضافت بطولة الخليج، بذلت أقصى ما تستطيع حتى وصلت أنه تستضيف كأس العالم، واللي العالم هسه ينتظره قطر 2022. العراق دا يريد يستضيف بطولة خليجي 25، لكن هي هاي الاستعدادات اللي موجودة. راح نقرأ لكم بعض التعليقات قبل ما أخذ الاتصال الموجود وياي حول هذا الموضوع.
التعليق الأول ويانا من منصة فيسبوك ضياء المالك يقول أعتقد أن الاستضافة بالبصرة ستكون مدعاة للسخرية والخجل في هذا الوقت لما تعانيه البصرة من عدم اكتمال لجميع البنية التحتية لها، وحتى الإنسان يحتاج للتأهيل حاليا لما نشاهده من ضعف بالأمان واتساع المعارك في مناطق البصرة وشمالها. ثائر الحلفي يقول حبيبي دول الخليج ما عندهم هيج مناظر، خلي يستمتعون من يجون أصلا هاي تضاريس. وعلي عبد الزيد يقول نفايات ورائحة مجاري وعشوائيات والشوارع على جانبي الشط من دثرة والعدائق على امتداد شارع الممتد من ساحة سعد إلى جسر الزبير بائسة، كلها تحديات يجب علاجها بشكل متكامل. فكري أبو حمود يقول أهم شيء إيش قد يحصلون فلوس من التنظيم، يقصد تنظيم البطولة. إذا مشاهدينا الكرام أخذنا ملفنا الأول حول بطولة خليجي 25 واستعدادات الحكومة أو وزارة الشباب والرياضة حول خليجي 25، نقلنا لكم تصريحات وزير الشباب ونقلنا لكم صورة من بوابة ملعب الميناء. مصطفى من مصر حياك الله. السلام عليكم أستاذ عفر. حياك الله يا أخوي. معك أحمد من مصر يا باش. أهلا وسهلا بك أحمد. أولا تحياتي لك ولقناة الرافدين وللسادة المشاهدين الكرام وكل المشاهدين. نعم. بالنسبة للعملية العسكرية التي يكون بها الجيش التركي في شمال العراق بمنطقة السليمانية الكردية. نعم. أي دولة لها سيادة، وخلي الشعب العراقي يسمعني زين أستاذ أفهم، خلي يسمعني زين، أي دولة لها سيادة ولها هيبة في المنطقة بتدفع عن أمنها القومي. أما لقت مكان يهدد أمنه فهي بتدفع عن أمنه. لو أي دولة بتهدد أمن دولة تبعها ميليشيات زي نظام البكك ونظام حزب العمال كردستان بهدد أمن تركيا، من حق الدولة تدفع عن أمنها، لأن الدولة دولة طيب. دولة طيب أخ أحمد، يعني أنت دا تتكلم عن بروتوكولات دولية، البروتوكولات الدولية معروفة وبها قوانين، يعني إحنا اليوم نحكي عن أشياء اللي دا تصير داخل البلد اللي تعتبر هي خارج القوانين خارج الأطر. يعني مثلا اليوم إحنا عندنا ملف اللي هو استقبال العراق لبطولة خليجي 25 أو كأس الخليج 25، فالوزارة تقول إحنا مستعدين، لكن أرض الواقع يقول عندنا غير خلاف هذا الأمر. نعم يا باشا، بالنسبة لوزارة الرياضة والشباب والرياضة العراقية اللي موجودة حاليا بتحكم في البلد من 2003 من سقوط النظام الوطني السابق بتاع رئيس الشهيد صدام حسين عليه رحمة الله، كان فشل، دول فشل لهم أجندات خارجية ما بيعملوش أي حاجة للبلد. نعم. أنا عايز بسأل سؤال الناس اللي ماسكين عملية تأمل النظام الدكتاتوري والنظام البائد. نعم. هم شنو اللي سووه للبلد؟ نعم. شنو عملوا ملاعب لكرة القدم؟ عملوا مستشفيات؟ يعني الناس بتموت من مستشفى، يعني مثلا مرضى السرطان او مرضى السكر، واحد بيتصل عليك وبيقول لك انا رجلي معمولة مقطوعة مش لاقي حد يعالجني. فالناس دي بتتاجر بالدين وتتاجر بالمعاملة، الناس المعاملين اللي حكمت البلد. الشعب العراقي يسمعني الناس الشيعة على البيت، واشكرك على حسن استماعك. شكرا شكرا لك احمد. ابو عمر من بغداد حياك الله يا ابو عمر. حياك الله استاذ افان، وحيا الله قناه الرافدين، وحيا الله المشاهدين الكرام. حياك الله اخوي العزيز. حياك الله استاذ افان. بالنسبه الملاعب اللي موجوده عندنا، يعني نقدر نقول بصوره عامه اذا نعم. كانت ببغداد اذا كانت بالبصره، وزير الرياضة اللي هو مقدم بكلامه وبأنه الشعب البصري أو بصورة عامة الشعب العراقي يعني مستعد دورات الملاعب عام 2025، كيف راح يستقبل الملعب هذا وشعب البصري اللي هو الملاعب نقدر نقول عليها غير يعني مجهزه وغير منظمه، ونقدر نقول عليها الشعب البصري انه بحاله غير جيده، حاله وضع عدم الخدمات، حاله وضعهم بانه كل الامور عندهم لا تعيينات ولا نقدر نقول مترفهين لا مرتاحين، وضعهم العام يعني ما يقدر يستقبل هاي الدوره اللي راح تيجي عندنا بالعراق. فهذا اللي يتكلم على استعدادهم، فاحنا كشعب عراقي وكشعب يعني من شمال الجنوب نعرف جميع الشعب العراقي
لان ما مستعد اي دوله من دول الجوار سواء اذا كانت الخليج اذا كانت دول اوروبيه، لان وضع العراق يعني ماكو امان به من قبل هذه الميليشيات، من قبل هذا الوضع اللي جاي نشوفه وتدمير البلد. هذه حاله يعني العراق غير وضعه، يعني الجزرات الوسطيه، الحدائق العامه، الابنيه العشوائيه، كل هذه تعكس الحكومه العراقيه. فكيف لهم نظرة يستعدون ناس يجون من برا ويشوفون العراق بهاي الصورة الرديئة، بهاي الصورة اللي أول ما تمسك حكومة العراقية والحكومة الكاظمي؟ فما ممكن أنه كشعب عراقي إحنا نستقبل ناس مع احتراماتنا لدول الخليج وأي دولة يجون للعراق، لأن وضع العراق مصري. فماكو أمان من قبل هذه الميليشيات وسلطة الأحزاب. يعني نقدر نقول بأنه العراق في وضعه وفي وضعه الحالي ما متكامل الأمور والرفاهية، والشعب يكون مترفه ويستقبل هذه يعني الأندية يعني اللي معتمد عليها وتعبانين عليهم. أنا أشكرك. شكرا لك أبو عمر. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله ودوم يا ابويا يا اخويا، اريد احكي واشارك. الله يخليك، انت على الهواء مباشره. جزء اتلف ممتلكات مرافق عام نادي سابق، وهذا عملا لا يجوز صالح، يعني تجاوز وفوضى، ويجب يحاسب بالقانون والدستور. يا بالنسبه ايضا للسيد والمراجع العظام، يجب يشاور هنا، وكذلك ايضا يحل قضايا المسلمين بالتي هي احسن. يا استاذي المليارات ويزوجونا على سنة الله ورسوله. برنامج وضع القناة شكرا لك اخ سعد. لكن اكو مشكلة كانت بالاتصال يمك اخ سعد، بعض الكلمات ذهبت من المكالمة الخلل من المصدر، اعتذر من السادة المشاهدين. ريان من امريكا، حياك الله. ريا اسمي، استاذ افر، شلون الصحه؟ عليكم السلام والرحمه. اهلا وسهلا. بالنسبه لموضوع اليوم، اكو كلمه هي الرياضه، بالرياضه والفن تتوحد الشعوب. نعم. وبصراحه هم يعني كل شيء اللي دا يصير بالعراق هو فشل وتدمير ممنهج، يعني عن قصد وسبق اصرار وترصد تدمير مستقبل بلدنا، وبالحاضر وبالمستقبل يردون العراق تماما ينمحي. واي هويه واي توحيد بالشعب ماكو. فالرياضه لان توحد الشعب، يعني مع الاسف اتمنى تسلطون الاضواء على بطله عراقيه اسمها نجله عماد لفته، هي من ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. والحاصله على 25 ميداليه وذهبيات، ذهبيه اسيا، وشاركت ببطوله اولمبيات اليابان. نعم. يعني صوتها وصل الامريكا. انا هسه عايشه بامريكا وصل صوتها، تشارك بالبطولات وهي عندها يعني الاطراف الاصطناعيه مالتها مخصصه للرياضه، اكو اطراف خاصه للرياضه مال الرياضيين. نعم. تروح البطله هاي العظيمه واللي ان شاء الله يعني هي فال خير على العراق، ورغم كل ما يردوا الاعداء انه هي فال خير على العراق ويرجع بلدنا رغم انس الاعداء وان شاء الله احنا حنظل شوكه بعيون الاعداء. ايش قد ما يريدون ياذون العراقي يظل عراقي، ايش ما تسوون ستنتصر النبوءات. العراق يرجع. ايش قد ما هسه احنا نشوف فشل ودمار وتدمير، ودول جايبينهم سله مال الحراميه وفشل، يردون يخلونا نكره حتى ديننا ونكره حتى حياتنا. القصد يعني اصفا على العالم شلون تقول احنا نريد من عندهم ويريدون يسوونه، هم دول جايبين حتى يدمرونا. نعم. هم دول غرض تدمير حياتنا. بس رغم الف اللي يرضى واللي ما يرضى العراقي. وبس كلمة أخيرة أستاذ أسد، هسه أنتوا هسه تقولون علي هاي البنية خطية عايشة بأمريكا، أنا من كان أسمع واحد يحكي من الخارج ويقول العراق ويرجع، أقول هذا وين والدنيا وين؟ بس تأكدوا والله العظيم إن شاء الله
كل واحد هسه يقول هاي خطيه كيف هذا تحكي؟ كل شيء احنا نتخيله بعيد هو اقرب من لمح العين، رحمه رب العالمين اقرب ما يكون. نعم. البشر ما يعول عليهم. نعم. العراق يرجع باذنه تعالى، وشكرا جزيلا واسف على الاطاله. شكرا لك اخت ريا. نرجع الى ملفات الحلقه، حكينا عن ملف الرياضه، ننتقل الى ملف الصحه، ملف الصحه بالعراق بهوايه مشاكل، هوايه حكينا عن ملف الصحه بالعراق، ودائما نقول وزاره الصحه تركت المواطن فريسه لجشع الطبيب او المستشفى او المختبري وكذلك الصيدلي، واجبرت الناس على انه يراجعون مستشفيات خاصه وعيادات خاصه تابعه لاطباء معينين حتى يحصلون علاج او يسوون عمليات بداخل هاي العيادات. الحجه جاهزه، ماكو القدره على اجراء العمليات بالمستشفيات الحكوميه. قرت عين الحكومه. المهم جشع الاطباء بكثير من الاحيان يتسبب بوفاه الناس، والضحيه هنا المواطن من اكثر من جهه، الحكومه، الوزاره، النزاهه، المستشفى، النقابه، نقابه الاطباء، الطبيب بنفسه والممرض، كلهم مشاركين بهاي الجريمه. المواطن جاسم العامري راح يحكي لنا قصه زوجته في مستشفى الفرات بالنجف، خلونا نسمع. اليوم الصبح جيت المستشفى الفرات، عندي مريضة عندها طفل مكون في بطنها وحولونا من مستشفى الزهراء للمستشفى الفرات. جيت المستشفى الفرات لقيت الدكتور الاستشاري اسمه نهضة العداري، اللي هو هذا موجود نهضة العداري، شافت الدكتورة قالت صعدها للعمليات، رحنا للعمليات شافنا دكتورة آلاء قالت مو يمي ارجع الدكتورة نهضة العداري، رحت الدكتورة نهضة العداري، دكتورة يمي خيرتني ساومتنا أنا وزوجتي تسووها بالخاص وخارج المستشفى، مو هاي المستشفى هي ما تقدر تشتغل نابا إلا بالمستشفيات الأهلية. قلت لها أنا ما عندي هذا المبلغ العملية وما محضر وهاي وضعية المرة تعبانة، قالت والله مو عندي هذا الله ومحمد وعلي، شوف غيري أرجع للبنات. صعدت فوق قالوا لي توجه للمدير، رحت المدير ما لقيته، لقيت المعاون الإداري، اتفهم الموضوع الرجال دز عليها. من بعد ما دز عليها والله الكريم حطتني انا وزوجتي بكلام غير ما استعبد، هتشي منك ومن عشيرتك هتشي منك حلويه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش تسبين ابوي اطلع برا. رجعت مرت الثانيه المعاون الاداري هم رجعت دز عليها الشخص خابر مسؤوله قسمي تاليها تكتب لي هاي، كتبت لي راح ادخلكم وحضر بطول دم ثلاث ايام ولكل حادث حديث، ابوي ثلاث ايام ما تتحمل حالك اطلع الله ومحمد وعلي. انا هم اضطريت رحت اشتكيت من المدير يقول لي ايش اسوي لك انا هم خذت ورحت على الدكتور الثاني حي الانصار ورجعت اليوم هسه اسم الدكتوره اللي شافت وياي ايه نهضه الاعداد يا مستشفى هاي مستشفى فرع مستشفى واليوم قفارت لو بالخاص تطلع برا لو ما اسوي وين يعني جديد لو خاص والله لو خاص لو عام ماكو واسال قل صعد الحسابات وصعد مسؤول الحسابات موجود والسبب والله سبك قسما بالله وهاي مره مريضه هاي اليوم الصبح تاريخ ايش قد؟ اليوم الصبح ايش قد بشهر ما؟ يوم 2/7 2/7 وتقابل وياه ليش تسبينا؟ لما نفكر بهاي الصوره يعني مستشفى من المفترض انه الطبيب لما يتخرج أدى قسم جزء من القسم أنه يحافظ على أرواح الناس، ومهنة الطب هي رسالة، رسالة إنسانية قبل أن تكون أنه هي مهنة أنه الإنسان يسترزق من أدها. لما نيجي يقول أنا الحالة اللي موجودة عندي ما تتحمل أنتظر ثلاثة أيام، بعض المصادر تقول أنه ابن هذا الشخص مات في بطن أمه والطفل موجود في بطن أمه إلى هاي اللحظة، يحتاج إلى تدخل وإجراء سريع، لكن ما حد يقدر يسوي هذا الإجراء بسبب أنه يحولوه من المستشفى الحكومي للخاص، وسمعتوا النقلات اللي دا ينقلوا لها غير الكلام اللي دا يسمعه من أدهم. السؤال وين إنسانية الطبيب هاي رقم واحد، وين قوانين المستشفى هاي رقم اثنين، وأبو الإصلاح اللي وزارة الصحة تابعة إليه وين إصلاحك بهالموضوع؟ نقرا التعليقات حول هذا الموضوع. اول تعليق ويانا من منصه فيسبوك من لطيف كريم فتلاوي يقول حاله ليست فريده موجوده بالتعامل مع كل المستشفيات الحكوميه. حنان عباس تقول لا حيالي من تنادي دوله خربانه.
ايفر حسام الدين يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الماده عمت عينهم. وفارس المومني يقول اين العلماء؟ اين كبار اطباء العراق؟ اين العلم في العراق؟ كله تم تدميره. اذا مشاهدينا الكرام، ملفين تكلمنا عليهم اليوم، ملف خليجي 25 واستقبال العراق لهذه البطوله، وايضا اللي دعانوا الناس داخل المستشفيات الحكوميه تحديدا من محافظه النجف. كان هذا الفيديو اللي ويانا ابو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونكم عيني؟ هلا بيك الغالي. استاذ العزيز، شو انت اللي عبر عن رايه راسا تقطع الاتصال ويا؟ لا انا ما قطعت، انا قلت كلمه. ابو عبد الله، ابو عبد الله، انا قلت كلمه، قلت اكو بعض الكلمات اللي هي تخدش اذن العائله العراقيه اللي هي ما مقبوله، هاي ما نرغبها. مع احتراماتي استاذ العزيز، مع احتراماتي للعائله العراقيه وكل عراقي شريف ونزيه وطاهر. قاصدين اداي حجتي على الدبابه. نعم. حجتي ذيول الايران. يعني اكو دكاتره تبي، اكو دكاتره. يعني هذول المفروض يحطهم ابتزاب ويحرقهم. ابتزاب، ابتزاب. نعم. المواطن الفقير البسيط المعنده لا حول ولا قوة، يعني قوته قوت لا يموت. يعني منين؟ ما ادري ايش كله، يعني هاي دكتورة، هاي مو دكتورة. نعم. احكي بس، لا تزعل، لا تزعل، خليني أكمل. أعبر عن رأيي، هاي الأرتست البلملها أشرف منها وأطهر منها. يعني من مرة بنت النجف، بنت العراق. مرة ابنها بطنها ميت ببطنها، يقول لهم والله روح لو سلك مشكلة، شو يسوي لي مشكلة يعني؟ هاي المرة لأم النجف أشرف منك أنت دكتورة، أظهر منك. أنتوا ليش ما تخلونا حد يحكي بداخله؟ نشوف الضيم، نشوف الضيم ماكو بعيوننا. والله ساكتين، يعني كم دوب والله ساكتين. ويقول لك سوي ثورة. لازم الشعب يقوم على هاي الدولة، من يقوم على هاي الدولة؟ وانت تقول لي لا ما يصير ما يصير ما يصير. انا ما اجيب العراق الشريف بالحكي المو زين. نعم. العراق الشريف الطاهر اخليه على راسي. بس المو عراقي واساسه جنسيته مو عراقيه، هذا كفر يقول انا عراقي، وكفر ينطق اللهجه العربيه. نعم. هاي ناس دزتهم اسرائيل، دزتهم امريكا. يقول اذناب هذول للدول الخارجيه، يدمرون البلد. نعم. بلد بخير. بس بعد بس شوفين وين هذا اللي يرجعون العراق ما قبل التاريخ. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. محمد من بغداد، حياك الله يا محمد. والله محييك استاذ، تحيه لك ولقناه الرافدين البطله. حياك الله اخوي العزيز. استاذ، الواقع الصحي بالعراق، أي أغلبية مستشفيات خلينا نقول بغداد بصورة خاصة يعني ما تمتلك يعني الكوادر الطبية الزينة والكوادر الطبية الواعية أو اللي تعرف تتعامل ويا المواطن أو ويا المريض. يعني من واحد مريض يروح يراجع مستشفى، أغلبية مستشفيات بغداد اليرموك أو مدينة الطيب أو الكندي أو الشيخ زايد، المستشفيات الموجودة. نعم. يعني ما يتعامل ويا المواطن كمريض يروح يراجع، يتعاملوه كبيع وشراء، بيع وشراء، ويتعاملوه وياه. يعني اذا يروح يتحلل فتشية ويروح يعالج يشكي من مرض او فتشية او عله. انا اكو وايد اشخاص يعني حتى من حللوا تحليل سووا، اكو تحليلات تطلع غلط او تحليلات مو يعني مضبوطه، او مو تحليل مثلا يطلع مال هذا الشخص اللي هذا، وايد اخطاء صارت في حالات. او عمليات جراحيه يقول له مثلا الدكتور اللي يسوي عمليه يقول له مثلا هاي عمليتكم 100% نجاحه. بس ترى اذا صار شيء بالمريض مو تجون تعاتبوني، هو شنو يبيع ويشتري؟ يشتري فد بضاعه من عنده اذا تخرب مثلا لا ترجع لي اياها؟ هذا حياه مريض. اي نعم. فانا بنظري الدكاتره الموجودين بالمستشفيات هذول مو مؤهلين ان يعني يخدمون المريض او يعالجوه بصوره صحيحه. هذول يعني اغلبيتهم ما يمتلكون ثقافه طبيه الحقيقيه، بمعنى يعني يداري المريض او يعالج المريض بصوره صحيحه. نعم. يعني ناس الاغلبيه جهله هذا الشيء. يعني حتى يجوز هذا تنظر على شهادته، شهادته مشكوكه بي.
يعني يقول لك انا اختصاصي جراحه عامه، يجوز تلقى هذا مضمت شلون او تلقى شيء يعني وسووله هذا شهاده جراحه عامه. نعم تقصد تزوير شهادات. نعم اذا تسمح لي، اذا تسمح لي استاذ افل، انا عندي صديق بنت عنده حول. نعم فقالوا له يابا، قالوا له نصحوه، قالوا له اكو دكتور مضبوط ويقدر يعالجها ويرجعها عيونه طبيعيه، ليش تلبسها مناظر؟ يقول رحت لهذا الدكتور السكرتير القاعد هو يتفاهم وياي ويتفق وياي. فقلت للدكتور اللي قابله قال لا انا بدل الدكتور احكي وياك. يقول بعدين من اتفقنا انا والسكرتير اجاني الدكتور قال لي هاي عمليتك اسويها، بس خليني اقول لك شغله، تعطيني مقدمه تشوف التعامل مالهم يعني، تعطيني مقدمه كذا وبعدين اذا صار شيء بالبنيه لا تجي تعاتبني. قلت له دكتور شو انت تاخذ مني فلوس وتقول لي عمليه بنتي فاشله مثلا؟ فانت قول لي اذا فاشله قول لي على مود ما اعالجك. قال لا اعالجك انا عارف بنتك. يقول انا حسيت هذا الدكتور مو يعني عنده القدره ان يعالج او عنده الامكانيه، فعفته قبل. هذا الواقع العراقي يعني تجاره، ومثل هاي الحاله مال هاي المره اللي مسكينه اللي مات اللي طفل بطنها. نعم. يعني قلت لكم يعاملون معامله المريض معامله تجاريه. نعم نعم ما عندهم انسانيه يعني. نعم شكرا شكرا لك اخ محمد. بكر من الانبار حياك الله يا بكر. اهلا استاذي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخ بكر، يعني اخذنا ملف من اليوم، ملف الرياضه بالعراق وعدم استعدادات الحكومه لاستقبال خليجي 25، وملف الصحه وكيفيه تعامل الحكومة أو المستشفيات أو الأطباء مع الناس. واقع الصحة اليوم بالعراق شلون دا تشوفه أنت؟ والله للأسف واقع الصحة بالعراق مجري يعني إلى درجة من أسوأ إلى أسوأ. يعني مثل ما تعرف حضرتك المستشفيات بحاجة إلى كوادر طبية بالإضافة إلى مستلزمات من أدوية، من يعني كل شيء تحتاج. يعني المريض إذا توجه للمستشفى أكثريت الأدوية يجيبها من برا من الخارج. يعني للاسف وعلى يعني تخصيص اموال طائله لوزاره الصحه، بس للاسف ما نعرف وين تروح هاي الفلوس. نعم زين، السؤال بعيدا عن المستشفيات والمباني والقدره والبنيه التحتيه بشكل عام، شنو اللي خلى الواقع الطب العراقي بهذا المستوى بحيث انه المواطن صار يخاف يروح مستشفى، والمواطن صار يخاف يروح يتعالج، والدكتور صار مو دكتور؟ نعم استاذ، هو بالدرجه الاساس سوء الاداره، يعني سوء الاداره يعني بالدرجه الاساس. نعم سوء الاداره من وين؟ سوء اداره المستشفى لو سوء اداره نقابه الاطباء؟ وزاره الصحه، وزاره الصحه. نعم وزاره الصحه سوء الاداره. طيب يعني وزاره الصحه عندها مساوئ، النقابه مال الاطباء وينها؟ نقابه الاطباء موجوده مركزها بغداد. نعم وين دورها؟ هو لحد الان نقيب منع. وين دورها؟ ما لها اي دور للاسف، يعني ما لا لا على مستشفيات لا على دكتور وما يعني للاسف يعني. نعم 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 شكرا شكرا لك اخ بكر. ننتقل الى قضيه ثانيه وهي ازمه الكهرباء بالعراق. 19 سنه ازمه الكهرباء مستمره وما انحلت، رغم أن العراق صرف عشرات المليارات من الدولارات على ملف الكهرباء وعلى قطاع التيار الكهربائي وعلى هاي الوزارة، بس العراق كل شيء ما محصل، واللي متأذي هو المواطن. اشتكى أصحاب المولدات الأهلية عدم تجهيز مادة الغاز اللي في بعض الدول العربية يسموه السولار، وبيع هاي المادة بالسوق السوداء بأسعار عالية جدا بايضة جدا، الشيء اللي انعكس على المواطن بشكل سلبي بسبب أنه أبو المولدة دا يشتري الغاز بسعر غالي جدا، فرفع سعر الأمبير إلى أضعاف مضاعفة. الفقير اللي موجود بالعراق واللي ما عنده راتب واللي كاسب ما يلقى شغل ما يقدر على هاي التكلفة أو على هاي التسعيرة الجديدة. خلونا نسمع. مساء الخير متابعيني. هاي المولدات سترت على السياسيين، سترت على الدولة، سترت على عيوبهم، على فشلهم من 2003 لحد يومنا هذا. أبسط شيء اللي هو الكهرباء استحقاق كل مواطن بكل بقاع الأرض، ما قدموها من 2003 لهذا يومنا. ما أبسط شيء هو المواطن ما قدرت تقدم الدولة. هاي المولدات سترت عليهم، على فشلهم، على عيوبهم. ليش احنا ذيك السنة الأمبير ب 8000 و 10000 دينار وهاي السنة الأمبير ب 15؟ شنو السبب؟ من هو ربيع الغاز؟ من هو ربيع الغاز هذا اللي دمر المواطن، دمر أبو المولدة؟
ليه شنو الاسباب؟ فهمونا. الطولة سبب مقنع. من وراء أزمة الغاز؟ من مسبب هاي الأزمة اللي هي أزمة الغاز؟ ليش ما توفرون غاز لأبو المولدة؟ هسه أبو المولدة يقول أنا ب2000 دينار أعطوني غاز، 2000 دينار يصرف لي، أنا ب2000 دينار أشغل 24 ساعة. ليش ما تعطوه غاز؟ من المستفيد؟ ليش دا ينباخ سوق سوداء؟ والديزل مو ورا موضوع الديزل، معامل الديزل من وراها يا مسؤول. ليش دا تهرب الديزل يتهرب برا خارج كربلاء؟ معاملها بكربلاء وداشة مو إلها. شنو السبب؟ من 2003 لهذا يومنا ما قدرت الحكومة تقدم شيء بسيط اللي هو الكهرباء. أبسط ما يكون للمواطن ما قدرت تقدم الدولة. هذه معاناة أصحاب المولدات حول الغاز أو التجهيزات الحكومية الهم، واللي قال إنه هاي المولدات سترت على السياسيين. بسبب غياب القانون بالبلد وغياب المساءلة والمتابعة وغياب كل شيء، كل شيء غريب دا نشوفه بهذا البلد، وصار كل شيء غلط بالعراق من 2003 لليوم. شكو شيء تتخيله بالعالم انه ما يصير صار عندنا. محولة كهرباء بمنطقة شط العرب بمحافظة البصرة تنسرق والناس تظل بليل الكهرباء. ادري الخلل هنا وين، بي لو باي حكومة بالعالم ثانية والله ما ادري، خلونا نتابع. اهالي منطقة اليوبا اليوم طالعين الظهر اجوا للمكان هنا، طبعا ما لقوا محولة مشيولة من مكانها، منها هاي صار لها سنوات هنا منطقة اليوبا، هاي المحولة انشالت المحولة، واليوم اهل اليوبا كلهم بلاي كهرباء. يا عالم وين هاي المحولة؟ باقي يعني كانت موجودة هي هنا؟ هسه عندكم كهرباء لو ما عندكم؟ هاي الناس كلها بدها كهرباء طالعه بالشوارع بالصيف. اليوم احنا يوم 2/7 شهر تموز هذا الشهر اللاهب، هاي الوادي كلها بدها كهرباء. ضوينا على المحوله شوف محوله اختفت. يا سبحان الله، شني جني شبح يا اهل الكهرباء، اهل المي، اهل الغيره، اهل الشرف. شنو هاي ناسكم بدها كهرباء؟ اهل البصره، اهل النفط، اهل الثروات، اهل المواني، قال المنافذ الحدودية حصل عليهم محولة. لعنة الله على كل فاسد. تدرون شو تخيل؟ اكو بلاكات ما كهرباء ثلاثية، اذا شايفين هاي المربعة الكبيرة، اكو بها محولة او يعني تحويلة تخليها من ثلاثي الى ثنائي. بالضبط واحد عنده هذا البلاك بالبيت والاب يصيح يابا التحويلة وين؟ هاي الوصلة صغيرون الهلقداته ما شفتوها وين انشالت؟ الجاهل يقول ما ادري، والماية تقول ما ادري، والبنية تقول ما ادري، والابن يقول ما ادري، ويقومون يدورون عليها البيت كله ينبشون نبش دا يلقوها. محولة تقول اللي شالها شايل هاي التحويلة الصغيرة، هالقطعة البلاك شلون انشالت؟ منو صعد فوق؟ منو فك براغيها؟ منو قطع وايراتها؟ ليش ما حد شافه؟ هاي كلها يعني من دا يحجون كأنما ماكو. يعني هو إذا لاحظتوا شو يقول أدري جني إجا شاله وطلع اللي دا يصور الفيديو. المحولة شلون شالت؟ ناس علقت على هذا الموضوع على منصة فيسبوك. أيضا المحامي حيدر العيداني يقول إيش عجب ماكو نائب فايز، ماكو نائب مرشح يزعلهم ويطق صور بعد المناشدة، والمناشدة المستمرة يستغلون هاي الناس الفقرة. ثامر صاحب يقول ان باقت حالها حال الوطن المبيوك. وعلي عبد الجبار يقول اسعد العيداني شالها لان محتاجها للملعب على مود الدوري الخليج القادم، يقصد خليج 25، شكوا بيها. وسعد كامل حرموز يقول هاي مال ناس خبره وعصابه محترفه ومحاضرين كل شيء وباقوها بحيل صدر اعتقد، ومسلحين جايين من غير مكان وباقوها. كانت هاي التعليقات حول قضية سرقة محولة وقضية نفاد مادة الكاز في محافظة البصرة. ناصر من بغداد حياك الله يا ناصر. مرحبا استاذ. مرحبا يا غالي. استاذ عندي مشاركة على مود الكهرباء، ولا يعني على مود الكهرباء اذا ما تصير زحمة عليه. تفضل اخوي عزيز. استاذ الكهرباء شغلة الصحة شغلة تجارية اصبحت. نعم. شغلة للاطباء الايرانيين. المستشفيات هسه اغلبها صارت اهليه، اتصور بالعطس هي اكو عندنا مستشفى في ايرانيين بالمقابل المحكمه مال العطسيه اطباء اثنين ايرانيين. فاحنا الطب بالعراق تحول الى ايران، ولذلك صارت عمليه اهمال
للمستشفيات الأهلية حتى كلهم أقول للمستشفيات الحكومية عفوا للمستشفيات الحكومية إهمال متوضح يعني واضح للعيان. حتى إحنا عندنا طفلة تسوي هاي وعندنا طفلة هذا بأحد المستشفيات الأهلية دولية ربع مليون البارحة أخذناها ربع مليون وبقت ثلاث أيام بعد ربع مليون اتفقوا ويانا كل أربع أيام مليون. فإنسان إذا ما عنده مين يجي والله لو تجي المستشفيات هاي المصارف الأهلية حتى المسألة قاعد تنطل خلف المن يأخذها المواطنين خلف بالطب. والله سكرت مرة قبل حوالي ست أيام بالهذا قالت أرداخل نعم نعم 20 مليون عبد أسوي كل مرة عجوز والله عمرها حوالي 50 سنة نعم قالت أخذ سلفة حتى أسوي الكلى. فأغلب الأطباء العراقيين جلاد يعني جلاد يجلدون الإنسان المواطن العراقي بدون رحمة. وهذا النفس مو بس عراق عندهم نعم نفس مع الأحزاب دينية مرتبطة بالعصابات الميليشياوية. للأسف والله احنا نتمنى من المواطن العراقي انه يكون مؤمن لكن ينفو من استغفل. إذا هو يجي يصلي ويروح يشيبوك إذا هو يجي يروح المكة ويجي من ناحية يبوك هاي الحالات عندنا استاذ أفل تعالي المستشفيات والله العلي العظيم تطلع عن سر المستمع عقلك مو كامل يعني داخل المستشفى المواطنين العراق. شكرا لك اخ ناصر اعتذر منك لكن الوقت راح يدركني وعندي بعض ملفات ثانيه. ابو مرتضى من كندا حياك الله. الو مرحبا. مرحب. السلام عليكم اخي. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك اخي. موضوع الصحه موضوع متاثر يعني ما تعرف شنو بس هي اساسا ماكو في القيادات بالصحة يعني ماكو اللي يجيبون يعني الاختصاص المناسب نقول في المكان المناسب. يعني انت تجيب وزيرة للصحة عادية حمود لانه تتبع وزيرة مثل للدعوة او فشي يعني كلها انه اختصاصات هزيلة ما جابوا الانسان. ابو مرتضى انت تقول بالصحة نعم. ماكو قيادات مناسبة يعني تخليني اتخيل انه باقي المجالات اكو ناس صحيحة دا تشتغل صح. نو اقصد اني ما اقصد ماكو ناس لا اكيد اكو ناس اكفاء كفاءات عاليه بس اللي 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 مسلطين بالدوله يجيبون ناس مو اختصاص. نعم المتسلطين بالدوله الاحزاب الفاسده يجيبون ناس مو اختصاص. والان ليش اكو ناس اكفاء بريطانيا مليانه عراقيين ناس اكفاء. وصلت يعني تقصد هجره العقول العراقيه وذهابها الى الخارج بسبب الفساد. نعم. الله ينتقم منهم الله ينتقم منهم والله نعم. البلد دمره والله دمره وصلوا يعني ما تقوم بقائم البلد نعم. والله من وراهم دول والله. شكرا لك ابو مرتضى. ملفنا الاخير ينطبق على المثل يقول بخيرهم ما خيروني وبشرهم عما عليه. بالضبط اللي صاير اللي حكموا العراق من 2003 لحد هاي اللحظه ما قدموا خير لهالشعب ولا سووا له شيء وما بدنا نشوف غير وين اكو شيء تعبان نحكي عنه اليوم. اللي نحكي عنه اليوم الخطوط الجويه العراقيه والمهازل اللي دا تصير داخل الخطوط الجويه العراقيه. هاي الشركه بسبب الفساد المستشري داخلها حالها حال الحكومه وحالها حال اي جانب من جوانب العراق نشوف بها وايد مشاكل. خلال اسبوع واحد تسببت اعطال فنيه بتهديد حياه المسافرين على متن طائرات هذه الخطوط بعد هبوط اضطراري بسبب عطل فني توجه طائرة من بغداد إلى بيروت. واليوم من مطار البصرة الدولي عندنا فيديو يقول كابتن طيارة قرر يطير ويحلق رغم علم أنه أكو خلل فني بالطائرة. خلونا نسمع. لذلك منعتنا أن نرتفع ارتفاع عالي ونروح إلى عمان. فسائل الطيارة هذا العطل ممكن نروح به إلى بغداد ارتفاع واطي وإن شاء الله نورمال وكل شيء معكم سلامتكم أولا. ومن بغداد حتكون طيارة جاهزة حاضرة لكم تتحولون من هاي الطيارة إلى بيجة وتكمل رحلة إلى عمان وتوصلون بسلام إن شاء الله. فماكو شيء يخوف بقدر ما هو منظومة التبريد. ما نقدر نصعد ارتفاع عالي لأن يصير جماد بس ارتفاع واطي التبريد ممكن يبقى بالطيارة عادي وأنتم تكونوا مرتاحين إلى بغداد إن شاء الله. ما شيء يخوف وأنا موجود وروحي من روحكم طبعا وإن شاء الله خير إذا تسمحون وتهدئون. ضحك والله كنت عليق بحلقي ما أقدر أحكي. واحد يقول له ترى مراكبين تاتا من العلاوي البال المعظم تاتا إذا عطل بها التبريد يفتح شباك بس هاي عجوا هاي حياة ناس.
اي عطل المفروض الطياره ما تطير، بس اريد اسال سؤال، قسم الصيانه اللي بمطار البصره شلون وافق انه تطير هاي الطياره؟ روحوا دوروا اللي دا يشتغلون بالخطوط الجويه العراقيه، روحوا شوفوا الخطوط الجويه باي بلد، اي خلل فني باي طائره ممنوع تطير، شلون طارت؟ ما لم لا تديرون بال، ترى راح نطير ناصي، بس اذا طرنا عالي احتمال يصير انجماد ونوقع. فرحان، تعليقات حول هذا الموضوع من منصة فيسبوك عمرو جاسم الجبارة يقول خاف واحد إلى نية يروح بالخطوط العراقية حتى يبطل الصيانة وين. وفهد مجيد يقول الحمد ربكم عندنا طيارة ونمشي بيها نمشي بيها أمورنا، الأيام الجاية نسافر على البعران إذا استمر البلد على هذا الوضع. وعلي خيشان يقول الحمد لله على سلامة الطائرة والركاب، دفع الله ما كان أعظم، الحمد لله ما بينا حيل كارثة جديدة، المفروض من المسؤولين عن الخطوط الجوية العراقية يهتمون بالجانب الفني تلافيا للحوادث المشابهة. ومحمد الجبوري يقول كل خطوط الطيران العراقي تحلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، خالية من جميع معايير الأمان، وجبات غذائية إكسباير، خدمات رديئة جدا. إذن كانت هاي التعليقات حول قضية طيارة تطير بها خلل فني، منظومة التبريد بردت واحتمال من يطيرون يصير انجماد، وإذا صار انجماد الطيارة الله يستر. إن وصلت البغداد فنحب نحمل سلامة كل الركاب الراكبين بهاي الطيارة بسبب سوء إدارة الخطوط الجوية العراقية لطائرة من أسطول الخطوط الجوية العراقية. قضية الانفوغرافيك، سلط قسم التواصل الاجتماعي قناة الرافدين الضوء على قضية الابتزاز الإلكتروني اللي صارت ظاهرة مستشرية بالمجتمعات عامة وبالعراق، ولغرض التوعية وتثقيف المجتمع من هذا الخطر أنتج قسم التواصل الاجتماعي هذا الانفوغرافيك حول الابتزاز في الابتزاز الإلكتروني. عفوا خلونا نتابع. إذن هذا الفيديو التوعوي من قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين حول الابتزاز الإلكتروني. مشاهدينا الكرام، أيضا أكو قضية بالعراق تصير اللي هي أحب أحذر البنات والشباب من قضية التواصل الاجتماعي لأنه دا يستغل باستغلالات أخرى غير اللي ذكر بالتقرير، اللي هو أكو ناس تستغل فقرة الحب مثلا ويضحك على البنات بزواج وغيرها وغيرها وغيرها، وبعد ذلك يكون مبتز، أو فتاة تستغل شاب بهذا الباب وتكون مبتزة وتكون هي عبارة عن شبكة لاستغلاله. فانتبهوا انتبهوا انتبهوا لهذه القضية لأنه هواية ناس راحت بها. مشاهدينا الكرام، ملفاتنا ذكرناها لكم، أعتذر من رواد منصة تويتر ما راح نقدر نطلع الهاشتاغات بسبب قلة الوقت، لكن راح نذكر بالملفات. احنا 4 ملفات كانت عندنا
خليجي 25 وعدنان درجال واللي قاله، وأيضا وزارة الصحة وتهديد حياة الناس بسبب الجشع من قبل الأطباء والمستشفيات. الملف الثالث اللي هو الكهرباء وأزمة المستمرة في عديد من المناطق. والملف اللي ضحك اللي بين فترة وفترة ونسمع أكو مشكلة بالخطوط الجوية العراقية، لكن ما نتخيل أنه تطير طيارة عاطلة وشايلة أرواح ناس، وأرواح الناس أمانة تكون عند الشركة وعند الطيارة وعند مساعد الطيارة. فهاي الملفات اللي نقلناها لكم. أشكركم لحسن المتابعة، انتظرونا بحلقات جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله بنفس الموعد. انتظرونا، في أمان الله.